على كل حال دكتور، أنتم الآن تسيطرون على 24 بلدية في إسطنبول الكبرى. نعم. أليس كذلك؟ صحيح. طيب هذا سيؤدي إلى تضارب صلاحيات داخل عمل البلدية الكبرى مع الرئيس، يعني الرئيس من حزب، لا هذا شيء سيكون، والأكثرية من حزبكم. ستكون معادلة، يعني معادلة بيننا، لأن هذا هي من الحزب الشعب الإسطنبول، سكان اسطنبول سلموا الرئاسة لحزب الشعب الجمهورية وللشخص المرشح حزب الشعب الجمهورية، ولكن سلموا المجلس، يعني أغلبية المجلس ما زالت مع حزب العدالة والتنمية. وهذه أحجية دكتور ياسين، هذه أحجية ولغز. نعم. يحتاج إلى تفكيك حقيقة. طبعا يعني يحتاج إلى تدريس كثير، يعني يحتاج إلى عبارات ونحن نفتخر بهذه الصورة. لماذا؟ شوفوا، المعارضة في تركيا ساهمت ب 90% بدرجة 90%. هل تتوقع في يحصل أي انتخاب في بلدان عرب، في مصر على سبيل المثال، كم المساهمة في أي انتخاب؟ يعني الآن ما لهم أي أمل في الانتخاب، يعني ولو دخلوا الانتخاب لا يستطيعوا، ولا ليس لهم أي أمل بأن يفوزوا وأن يغيروا الوضع وإرادتهم تعكس إلى نتائج الانتخاب.